بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في قراءات هذا اليوم السيد المسيح له المجد بيقول المفلوج جايبينه اللي جايبينه الاربع اصحابه واللي نقبوا السقف ودلوه مغفوره لك ايه خطاياك. طبعا كان المتوقع ان الناس كلها والناس اللي جايبه الراجل دوت يقول له لك اقول قم، لكن المسيح بيقول له ايه مغفوره لك ايه خطاياك. الراجل ده كان عنده خطايا ويبدو ان هي السبب في ايه في الشلل بتاعه. فالمسيح بيقول له مغفور لك خطاياك. الناس اتذمروا، يعني مين اللي بيغفر الخطايا ده؟ لكن المسيح بيظهر سلطانه على مغفرة الخطايا. انه احسن المسيح كان يقول له مغفور لك خطاياك ولا يقول له لك اقول قم واحمل سريرك وامشي؟ بصراحة مغفور لك خطاياك، لأنه حتى لو مات وهو مشلول في الشلل بتاعه واتغفرت خطيته يبقى هيروح فين؟ هيروح السماء. لكن المسيح قال لهم ابن الإنسان له سلطان إنه يغفر الخطايا. عايز يقول لهم إن أنا هو الله، لأن هم بيقولوا محدش يقدر يغفر الخطايا غير واحد وهو الله. طب ما أنا الله، عشان كده قال له عشان تعرفوا ابن الانسان له سلطان، وإن أنا مش بقول كلمة وخلاص ولا بجدف، لا ده أنا ليا سلطان لك أقول إيه؟ قوم. الحقيقة موضوع غفران الخطايا ده موضوع مهم قوي، عشان نقف قدام السيد المسيح له المجد في اليوم الأخراني يقول مقيف هو الوقوع بين إيدين ربنا. قريب كنت عند حد واحدة ست قديسة وعلى آخر أيامها خلاص يعني، وبعدين أنا عارف إزاي هي بتحب ربنا وإزاي عاشت حياتها لأني كنت متابعها أعرف عنها الحاجة إزاي بتحب ربنا فعلا يعني. وبعدين هذه الست القديسة في صلوات طول عمرها، بس على آخر خالص جت تقول لي هيغفر لي خطيتي، أنا ما عملتش حاجة حلوة. قلت لها بقول لك إيه، هو يغفر لي ويغفر لك ليه؟ ليه يغفر لنا؟ بيغفر لنا ليه؟ مش عشان أعمالنا؟ لو أعمالنا يبقى كلنا رحنا خلاص، هلكنا لو على أعمالنا. لأن مين يقدر يقف قدام القدوس يقول له انا عملت؟ مين يقدر يقف قدام القدوس يقول له انا ايه انا عملت كذا او انا ما عنديش خطيه؟ ده بيقول ينسب لملائكته حماقه، ينسب لملائكته ايه حماقه. وكل برنا زي خرقه طامس، ما نسويش حاجه قدامه خالص ولا نقدر نقف قصاده. مين احنا؟ ده رآه يوحنا الرائي فوقع عند رجليه كميت. روح فين؟ روح فين من خطايانا؟ ساعات الواحد لما يكون تعبان شويه كده جسديا ولا حاجه يقعد يفتكر انه ممكن يموت، يقعد يفتكر خطيته، يا رب اروح فين من دي واروح فين من الخطيه ديت وديت اروح فين؟ يا رب ارحمني. ما فيش غير ايه؟ ارحمني. طب يرحمنا ليه؟ اذا كنا علينا خطايا لاننا ولاده. خلي بالكوا، هيرحمنا ليه؟ لاننا ايه؟ أولاد. أنا تهيألي إن المسيح هنا وبيقول له إيه؟ بيقول للراجل يقول له لك أقول قم، إن هو بيقول له إن أنت هقول لك قوم واحمل سريرك وامشي. نشوف هنا تاني يا بني مغفورة لك إيه؟ خطاياك. فبيقول له ليه يغفر له خطيئة؟ كلمة يا بنية دي هيعتبره ايه؟ ابن. لو كنت انا ابن ابويا ممكن يسامحني كتير. لو كنت انا ابن، لو احنا ابناء بجد، يا بنية مغفور لك خطايا. اللي يسامحهم هم اللي ايه؟ اللي امنوا بيه واصبحوا ايه؟ ابناء. ده ابني خلاص. ده من ابني ابويا يدفع ايه؟ هيدفع الدين ايه؟ عليا. فالبنوة مهمة جدا لغفران الخطايا. البنوة ان انا ابنه، بدان ابنه هو ايه حبة بيني وبينه ديت الكبيرة هتخليه هو بدمه يغفر ليا ايه خطيتي. بدمه هيغفر ليا خطيتي، بدمه هينقل عني خطيتي لحسابه هو، لانه هو بدمه مغفرة الايه
الخطايا زي ما اتقال في الإبراكسيس اللي اتقال النهاردة، يقول أنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ هو يقول معلمنا بطرس الرسول، بولس الرسول يقول: أما الذي أقام الله فلم يرى فسادا فليكن هذا الأمر معلوما عندكم أيها رجال الإخوة، أنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا، بهذا تبرر كل من يؤمن به. فإذا التبرير بواحد بس، مين؟ المسيح. امتى؟ لما اكون انا ايه؟ ابنه. لما اكون ايه؟ ابنه. طب اعرف منين ان انا ابنه؟ لازم اكون امنت بيه وحبيته كتير. عارفين المرأة اللي جت للمسيح وقال احبت كثيرا، عشان كده غفلت لها خطايا ايه؟ الكثيرة. فهل انت ابن؟ هل انت بنت ربنا؟ عشان يقول لك يا بني او يا بنتي مغفور لك خطاياك. لو احنا ابناء خطايانا هتتغفر. يقول المحبة الكاملة تطرد الخوف الى ايه؟ الى خارج. فلو في محبة بينه وبينه ده ابويا، المحبة دي تطرد الخوف الى ايه؟ الى خارج. يوم ابويا يقول لي ايه؟ مغفورة لك ايه؟ خطاياي. يبقى مش اعمالي، مش ان انا خدمت او ان انا عملت اعمال حلوة، او انا في الدنيا انا كويس، لا بشتم ولا بحلف ما بزنيش، لا، ده خطية واحدة، من اخطأ في واحدة فقد اخطأ فين؟ في الكل. امال ايه البنوة اللي بيني وبينه؟ احبت كثيرا، عشان كده خطاياها الكثيرة غفرت ايه لها. ايه العلاقة اللي بينك وبين المسيح؟ هل تشعر بإيمان المسيح ابوك والمسيح ابوكي؟ لو كنت عندك الإيمان وتصدق المسيح اللي بيقول لأبنائه مغفورة لك خطاياكم، مغفورة لك خطيتك ومغفورة لك خطاياك، الإيمان بالمسيح بدم المسيح، الإيمان بدم المسيح الذي يطهر من كل خطية. ساعات ناس تعترف وتتناول وبعدين تيجي تقول تاني بس أنا غلطان في كذا. هنا يجي الإيمان بقى، ثق ان ايه؟ ان خطاياك مغفورة لك. فاكر مرة واحد برضو كان كل شوية يجي يعترف، اقول له خلاص انت اعترفت، ربنا هيغفر لك خطيتك. يقول لي بس يا ابونا خطيتي كتيرة. لا مش هيسامحني. مرة في مرة يا ابونا مش هيسامحني. يا حبيبي هيسامحك، هو صادق وامين. لو انت ابن بجد وبتحبه بجد وماسك فيه بجد ومتعلق بيه بجد، لازم هيغفر لك، عشان الحب اللي بينك ايه وبينه، مش عشان انت اعترفت قلت كلمتين وخلص. لا، انت الحب اعترافك ده يكون عن حب، لان في ناس ممكن تعترف بس مش عن حب، يعني تقول كلمتين بعمل واسوي واخلي 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 وفي دماغه هيطلع يعمل كده تاني، مفيش حب. في واحد تاني وهو بيعترف وحسن زعل قلب حبيبه المسيح، وان هو ما يستحقش، وان هو محتاج للغفران، وان المسيح هيغفر له، وحاسس المسيح بيحبه وهو بيحب المسيح، لكن يا رب انا ضعيف بس انت حنين عليا، انت هتغفر لي. ودمك، ما امن بدمك اللي يغفر كل خطيه، ما امن بدمك اللي ايه؟ يغفر الخطيه. ففاكر الراجل ده مره في مره يقول لي لا مش هيغفر لي. قلت له خلاص انت حر، يا مش هيغفر لك، انت حر، ما دام انتش عايز يغفر لك يا اخي، انا بقول لك هيغفر لك، وهو المسيح وعد وصادق في وعده، لو بتحبه بجد من قلبك وندمان وانت بتعترف بخطيتك ان انت كسرت قلبه، مش ان انت احرجت من الناس لما عملت الخطيه ولا لك اي حاجه، ولا جاي تعترف بس عشان تسكن ضميرك. لا، الاعتراف في علاقه بمين؟ بالمسيح، ان انا احزنت قلبه، مش نتائج الخطيه. قبل نتائج الخطيه ايه؟ المسيح اللي انا احزنت قلبه، اللي انا بحبه، واللي انا مامن بيه، واللي دمه قدام عيني. دمه قدام ايه؟ عيني. دمه قدام عيني ازاي؟ انه هو صلب من اجلي واحبني الى المنتهى. فهنا احبت كثيرا، احبت ربنا كتير، عشان كده خطايا الكثيره ايه؟ غفرت له. واللي يحب كتير ربنا يحب مين كتير كمان؟ اللي يحب الوالد يحب المولود ايه؟ منه، يحب اخواته فيغفر لاخواته كمان. عارفين المثل بتاع الراجل اللي ايه؟ اللي سامحه سيده ب 10,000 وزن الذهب، 10,000 وزن الذهب دي
حاجة كتير أوي 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 أوي. وبعدين طلع مرة لقى أخوه مديون بقد إيه؟ بمية دينار. فمسك أخوه قال له مش هسيبك غير لما إيه؟ توفي المية دينار. فراحوا العبيد قالوا لسيدهم الحق ده الراجل اللي أنت سامحته بعشر تلاف وزن الذهب، الراجل ده يعمل إيه؟ ماسك في أخوه. قال له ده ما عندوش محبة، ده ما قدرش الحب اللي حبيته بيه. كان مفروض الراجل ده يطلع يحس قد ايه انا غفرت له، فايه يقول لي ايه كتر خيرك انا مديون لك، نفسي اعمل حاجه مع اولادك، اعمل مع اخواتي اللي هم اولادك، وانا كمان هغفر لاخواتي زي ما حبتني بالحب اللي حبتني بيه هحب ايه اخواتي. لكن هو ما قدرش حب المسيح له. اللي ما يقدرش حب المسيح له والغفران اللي غفره له ما بيحبش اخواته. واللي يقدر قد ايه المسيح احبني وازاي غفر لي هيحب اخواته ويغفر لهم، وبالتالي اغفروا يغفر ايه لكم. طب لو ما غفرناش مش هيتغفر لينا. عشان كده يقول قال له امسكوه وايه حطوه بقى القوه في الايه في السجن لما يدفع الايه العشر تلاف وزن الوزنات الذهب اللي عليه ديت كلها، فهو مش هيقدر يدفع ولا حتى ايه يقدر. قالوا يتباع، يتباع ما يقدرش يدفع، هو ومراته ما يقدرش ما يوفيش، واولاده ما يوفيش، وكله ما يوفيش، لان الخطيه ثمنها ايه؟ ثمنها كبير جدا جدا جدا. ثمنها هو دم مين؟ دم المسيح. داود النبي اخر كلمه اقولها لكم في المزمور 32، يا ريت تروحوا تذاكروه النهارده وتقروه. لما كان اخطا لربنا في حق ربنا عن طريق الخطيه اللي عملها مع مراته وهي الحسي، قعد فتره طويله ساكت وما بيعترفش بخطيته وكاتمها جواه. في ناس تكتم خطيتها كده. ويحكي داود النبي ازاي ان هو كان تعبان جدا، يقول ان هو يبست عظامي، كل رطوبتي نشفت وبقيت من زفيري عظامي بتوجعني. يعني ايه من زفيري؟ من زفيره بمعنى ان هو لما بياخد نفس يحصل ايه؟ عظمه يوجعه من كتر الخطيه اللي مكتومه جواه. ياما ناس تكتم خطاياها وتفضل مكتمه عليها، وتيجي الكنيسه وتروح من الكنيسه وهو لسه ايه؟ ما بيقولش انا خاطر ربنا، وبيعترف بس بيعترف بحاجات شكليه بدون ما بيعترف بايه؟ بحقه حقيقي. فخطيته كانت جواه تعبها جدا. عشان كده قال جرح له نسان النبي وقال له، قال له احكي له حكايه كده عن واحد كان عنده خير كتير، وبعدين جاره كان يا دوبك عنده شاه كده صغيره، فراح جاله ضيف فراح خد الشاه بتاع ايه؟ صاحبه، وراح ذبحها. فقال له موتا يموت هذا الرجل. قال له انت الرجل ده؟ قال له أخطيت للرب. قال له الرب نقل عنك خطيتك إيه؟ لا تموت. اعترف بخطيته. يا ريت نتضع أمام الله يبقى اللي هيتغفر له اللي هو ابن لله، عشان يقول له يا بني مغفورة لك إيه؟ خطاياك. اللي بيحب كتير يغفر له كتير، اللي مآمن ومصدق بدم المسيح هيتغفر له خطيته، واللي مش مآمن هتفضل عليه إيه؟ خطيته. الحاجة اللي بعد كده اللي هو يعترف بخطيته مش هيكتمها. خلي بالكم كلمة يكتمها، كلمة يكتمها دي يعني جواه مالها بتعمل ايه فيه؟ حاجة مكتومة وعايزة تطلع، فبالتالي بتتعبه تقلقه. اللي ايه مش هيكتمها، واخدين بالكم؟ عشان كده يقول توبة لمن غفرت خطاياه وسترت اثامه، وتوبة لرجل لا يحسب له الرب ايه؟ خطية. فلما قال له أخطيت للرب اعترف بقى واتضع أمام الله. عدم الاعتراف في كبرياء وعدم اتضاع أمام مين؟ الله. قال والرب نقل عنك خطيتك لا تموت. ايه رأيكم النهاردة كده نعتبر كده ان المسيح بيكلمنا عن الغفران النهاردة، وطول القداس نقول يا ربي اغفر لي خطاياي، اغفر لي ايه خطاياي. لو فاكرها او مش فاكرها حاول انك تتضع امام الله، ولو نسيها ما تتنساش وافتكرها قدام ربنا. قول يا رب اخطيت كتير
وعايز كل واحد مننا يصدق ربنا انه بيغفر بجد ويغفر للاخرين عشان هو كمان ينال غفران الخطايا ويسمع الصوت اللي بيقول ان غفرت توبة لمن غفرت اسام وسترت خطاياه توبة لرجل لا يحسب له الرب خطية عشان لما نروح السماء نحتمي فيه ونقول له احنا اولادك في دم المسيح نحتمي والمسيح يلبسنا توب بره توب البر بتاعه هو مش احنا ما عندناش بر احنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الأبد كل آمين. عنية خن ومسني نسو وبنت باي هو بيوعي بيوعي كطاب براني من را تي انت باخر استوس اربرز دا فينا ريه غونو تنشوس انبتر انت سيوتوكو